زين، احنا اليوم في غبده رمضانيه على شاشه تلفزيون دوله الكويت. نعم. في برج الحمراء متواصلين مع مشاهدينا. ابي امس واليوم ايش سويتوا؟ رحت زواره؟ طلعت مريت الربع؟ شيء؟ لا 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 لا، على طاري امس واليوم ايه بعطيك لغز بسيط جدا وان شاء الله راح تحله. يلا تفضل. ايام الاسبوع سبت واحد واثنين وثلاثه واربعة وخميس وجمعه. حلو. عدل عدل. ذكروا لي ثلاث ايام انا ما ذكرتهم اللي هو من الأسبوع الجاي. لا ما يصير صح؟ أيام الأسبوع سبت وأحد واثنين وثلاثة وأربعة وخميس وجمعة. ذكروا لي ثلاثة أيام أنا ما ذكرتهم. أنت عدت الأثنين؟ أنت ما قلت الثلاثة، عدت الأثنين صح؟ لا عدي وياي. سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة. ذكروا لي ثلاثة أيام أنا ما ذكرتهم. مستحيل ما في ثلاثة أيام الأسبوع. مستحيل ما لا في لغز هذا. انت تو قلت ثنتين منهم. مستحيل قلت. ها شنو؟ اليوم. اليوم وامس هذه تعتبر ايام. هذه ثلاث ايام. لا يعني موجود. لا عفوا هني ستوب. اليوم شنو؟ اليوم الثلاثة يعني ذكرته. لا انا قلت لا، هو يبي مسمى اخر يعتبر هم اليوم. ما ذكرتها. اوكي. اليوم وامس. تصدق انك يعني بحياتي كلها الالغاز ما اعرف احلها، وطول عمري لما يدزون اللغز لازم مشاوره الجميع. لا عشان احله. والله تبي نصج نفسك على بالي. انا بس اللغز هذاك حليته بالصدفه بعد ما شلون حليته.